نعتبر أي خطوة في مجال تعزيز وتقوية قدرات أجهزتنا الأمنية هي خطوة أساسية في طريق إكمال السيادة والاعتماد على القدرات العراقية للحفاظ على أمن واستقرار العراق. اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مدينة بغداد القديمة. هذه المبادرة المهمة لتاريخ بغداد والعراق. من المهم لوزارة الكهرباء بكافة ملاكاتها الفنية إكمال الصيانات الاضطرارية اللي هي بحدود 1440 ميجاوات، هذا ممكن تدخل للشبكة. هذا المشروع ماذا يعني؟ مشروع فتح الطريق هو خطوة عملية نحو الشروع بتنفيذ المدينة السكنية.